بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية حكينا عن المئينات أو البيرسنتالز، حكينا شو معناهم، شو تعريفهم، وكيف نحسبهم من مجموعة البيانات. اليوم بدنا نحكي عن حالة خاصة من المئينات اللي هي نسميها كوارت، أو اللي معناها بالعربي الرباعيات، كوارتايلز أو الرباعيات. إيش الرباعيات أو الكوارتايلز؟ هم عبارة عن 3 قراءات نسميهم Q1 the first quartile، Q2 and Q3. هدول شو بيعملوا؟ بقسموا لي مجموعة البيانات المرتبة ل4 أقسام متساوية تقريبا، كمان برجع بحكي لأنه مش دائما سهل تقسم المجموعة ل4، بلوز ما تقسم على 4 عدد القراءات. فهم نحكي تقريبا بنحاول نقسمها ل4 أقسام متساوية، كل جزء فيه تقريبا 25% من البيانات. فلو رجعنا ربطنا الكوارتاز مع التعريف اللي حكينا امبارح واللي هو البيرسنتايل، هي عندكم رسمة هون. افرضوا ان انا في عندي 12 قراءة، يعني عندي مجموعة فيها n تساوي 12. لما بدي اقسمهم ل4 بصير كل قسم فيه 3، فلو جيت اعايرهم على هاي الرسمة تقريبا بده يكون في عندي 3 قراءات في كل جزء هيك، تمام؟ بس هو الرسمة فيها شوي، يعني هي يعني ما تعتبر حالة مثالية انه البيانات موزعة بشكل منتظم، فطالع مع كل ربع أبعاده زي الثاني، يعني كلهم تقريبا نفس المسافة ماخذين. هو في الواقع مش هيك اللي بيكون الوضع، بس بناخذ كمان مثال ونشوف بقصد. هسا طبعا بنبدأ هون بأقل قيمة، تمام؟ Q1 في قبلها 25%، إذا هي منطقيا راح تكون المئين 25 لأنه في قبلها ما نسبته 25%. Q2 في قبلها بينها وبين Q1 25، يعني في قبلها 50%، وبالتالي هي بتكون عبارة عن المئين 50. إذا Q2 هي المئين 50 وهي نفسها الميديان، تمام؟ وQ3 بعد نوصل لQ3 بعد 25% من البيانات، يعني بنكون قطعنا 75%، فQ3 هي نفسها المئين 75. بعدين خلص بكون عندنا القيم اللي بعدها 25% نسبتهم. فهي حالات خاصة، بالتالي ما في طريقة جديدة لحساب الكوارتايز، نفس طريقة حساب البيرسنتايز، بس بنعتمد الرتب 25 50 و75، تمام؟ هاي بالنسبة للكوارتايز. ممكن أنا أوزع البيانات على خط الأعداد بشكل مختلف شوي، يعني خلينا نعمل خط أعداد ثاني ونوزع عليه 12 قراءة ونجرب نحدد المئينات، عفوا الكوارتايز عليه. لو وزعنا برضو 12 قراءة وزعناهم بهاي الطريقة، خلينا نحكي إنه في عندي قراءة هون، هاي القراءات هيك موزعين، شايفين كيف؟ هسا Q1 وين راح يكون؟ طبعا هدول 12 قراءة، هون عندي n تساوي 12، معناته كل ربع عبارة عن 3 قراءات، ف Q1 راح يكون القراءة اللي هون. Q1 راح يفصل أول 3 قراءات عن الباقي، فهي عندنا Q1. Q2 راح يفصل ثاني 3 قراءات عن البقية، راح يكون هي Q2. وQ3 كمان 3 قراءات، هي Q3. نسبة القراءات هون ربع وهون ربع وهون كمان ربع وهون برضو إيش ربع، تمام؟ وهاي القراءة هي المينيمم، وهاي القراءة هون هي الماكسيمم. فهي هيك هي رسمة ثانية برضه بتعبر عن الكوارتايز، بس بتلاحظوا هون إنه المسافة بين Q1 وQ2 أصغر من المسافة بين Q2 وQ3. مش بالضرورة إذا النسب متساوية بيناتهم تكون المسافات برضه متساوية، حسب كيف البيانات متوزعة. فيعني هاي بس مشان يعني ما الواحد ينخدع بالرسم يفكر إنه إذا النسب متساوية معناته المسافات، هذا إذا كان توزيع يونيفورم، إذا كان منتظم. غير هيك لا، يعني زي ما أنتم شايفين هاي الحالة بيانات مجمعة أكثر على جهة اليسار، وبالتالي قلت المسافة بين Q1 و Q2. في المقابل على جهة اليمين البيانات متباعدة أكثر، وبالتالي زادت المسافة بين Q2 و Q3 مع أنه نسبة البيانات نفسها. خلينا نرجع لهذا المثال اللي حكينا عنه المحاضرة الماضية ونجرب نحسب الكوارتايز الثلاثة، يعني نحسب Q1 و Q2 و Q3. Q1 هو عبارة عن المئين 25، فحتى أحسب Q1 بدي أحسب المئين 25. بالأول بحسب L اللي هي قانونها K على 100 في N، واللي هي تساوي K اللي هي 25، يعني رتبة المئين على 100
في ان اللي هي 24، بيطلع الناتج 6 عدد صحيح انتجر. لما يطلع معنا انتجر شو بنعمل؟ بنحكي معناته Q1 تساوي المشاهدة السادسة زائد المشاهدة السابعة على 2 حسب القانون اللي حكينا عنه امبارح، وتطلع تساوي 69 اللي هي المشاهدة السادسة زائد 70 على 2، فبطلع الناتج كم؟ 69.5. هاي بالنسبة ل Q1. بالنسبة ل Q2 اللي هي 250 أو اللي هي الميديان، احسب يعني هسا عندكم طريقتين لحساب Q2، يا إما بتحسبوها على قوانين الميديان يا إما بتحسبوها على أساس إنها 150. حليناها المحاضرة الماضية طلع 77. Q3 هي عبارة عن 175، برضو حليناه امبارح مع بعض، طلع هو عبارة عن المشاهدة 18 زائد المشاهدة 19 على 2، هيك لما حليناه في المحاضرة الماضية طلع 81 زائد 83 على 2، طلعت قيمته 82. إذا الكوارتايلز الثلاثة هم كالتالي: 69.5، تمام، وفي عندي 77 Q2، في عندي 82. طبعا زي ما حكينا، الملاحظة اللي حكيناها، المسافة من هون لهون، من هون لهون 7 وحدات ونص، المسافة من Q2 ل Q3 5 وحدات، بالتالي Q2 مش جايب النص بالضبط بين Q1 و Q3. بتكون Q2 بتنصف المسافة بين Q1 و Q3 في حال كان التوزيع متماثل. إذا التوزيع سيمتريك فرح تكون Q2 بالنص بين Q1 و Q3، تمام. نحكي لنا أحد المقاييس اللي يعني ليش إحنا بنحسب الكوارتاز، إيش لهم استخدامات. أحد استخداماتهم نحسب مقياس للتشتت اسمه انتر كوارتال رينج. انتر كوارتال رينج رح نعطيه رمز الاي كيو ار، هو عبارة عن قراءة، هو الفرق الموجب بين الكوارتايل الثالث والأول، هو عبارة عن 175 ناقص 125 أو كيو 3 ناقص كيو 1، هذا بنسميه الانتر كوارتال رينج. كل ما كان الاي كيو ار قيمته اعلى معناته في عندي تباين اكثر في البيانات، كل ما قيمته بتقل معناته التباين اقل، فهو احد مقاييس التباين. اذا الاي كيو ار هو عباره عن مقياس للفاريابيليتي، بستخدمه لما يكون في عندي اوتلايرز في البيانات، يعني هو افضل في حال وجود الاوتلايرز في البيانات او اذا كانت البيانات بادلي سكيود. ايش يعني بادلي سكيود؟ يعني البيانات متجمعه على طرف اكثر من طرف، يعني متجمعه جهه اليسار كثير أكثر من جهة اليمين أو العكس، متجمعة على جهة واحدة مفروضة على الجهة الثانية. فإذا في حال الحالة بستخدم الـ IQR لقياس الـ variability، لأنه ما بتأثر بالتواء البيانات أو بوجود الـ outliers، فالـ outliers ما بتأثر عليه. هسا خلينا نفهم بس ليش الـ outlier ما بتأثر على الـ IQR. الـ IQR هو عبارة عن، خلينا نعمل هاي خط أعداد هون، وهي Q1 وهي Q3، تمام. قبل Q1 في 25% من البيانات، بعد Q3 في 25%، وبيناتهم في 50% من القراءات. بس الـ IQR هو عبارة عن هاي المسافة، الـ IQR هو عبارة عن المسافة بين Q1 و Q3، فاللي بيدخل في حساب الـ IQR هم الـ 50% من القراءات اللي في الوسط، يعني بس الفرق بين نص القراءات مش كلها واللي بالوسط، فبالتالي الأطراف ما بتدخل في حساب الـ IQR. فإذا في عندي قراءة أوت لاير كثير بعيدة مثلا على هاي الجهة، أو في عندي قراءة أوت لاير من هاي الجهة، مش راح تدخل في حساب الـ IQR وبالتالي ما بتأثر عليه، فبالتالي هو مقياس مناسب للتشتت في حال وجود الـ أوت لاير. فهي صفات الـ IQR، فإحنا كان بإمكاننا نحطه مع مقاييس التباين بسكشن 3-2، ولكن أجلناه لسكشن 3-3 لأنه بيعتمد على الكوارتاز وإحنا كنا لسه مش ماخذينهم، فعشان هيك أجلنا هذا المقياس مع إنه للفاريابيليتي، ولكن أجلناه لسكشن 3 حتى نحسب الاي كيو اللي هم الكوارتاز. مثال 8 بيحكي لكم احسب الاي كيو ار او انتر كوارتايل رينج للبيانات اللي بمثال 6 اللي هم ال 24 مريض. هسه احنا حسبنا كيو 3 كيو 1 طلعت تساوي 69.5، وحسبنا كيو 3 طلعت تساوي اللي هي 82، فمعناته الاي كيو ار لهي القراءات، الاي كيو ار للقراءات يساوي 82 ناقص 69.5، تمام، ما يساوي 12.5. إذا الـ IQR يساوي 12.5 وحدة. طيب هسا إيش كمان شغلة ثانية بستفيدها من الكوارتايلز غير إني أحسب الـ IQR؟
كمان في طريقة لفحص الأوتلايرز في البيانات بتعتمد على الكوارتايز، فبحكي له أي مجموعة بيانات بدك تبدأ تعمل تحليل إحصائي لازم تفحص إذا فيها extremely high or extremely low values، نفحص إذا فيها قراءات outliers. كيف بدي أعرف طيب إذا في outliers أو لا؟ مش دائما سهل علي بالنظر أحكم إذا في عندي outlier أو لا، فإحنا بحاجة لطريقة تفصل لنا الأوتلايرز عن باقي البيانات حتى نميزهم. هاي الطريقة مبدأها كله بيعتمد على Q1 و Q3، يعني بس بهمني أعرف قيمة Q1 و Q3 بإمكاني أحدد الأوتلايرز في البيان. هاي الطريقة شو هي؟ أول إشي بحكي لك احسب الـ First و Third Quartiles اللي هم Q1 و Q3، بعدها احسب الـ IQR اللي هي الفرق بينهم، بعدها احسب إيش اسمه الـ Inner Fences الحدود الداخلية. إحنا في طبعا كتير رموز مستخدمة، أحد الرموز A1 و A2، ممكن ناس تعطيهم رموز ثانية، المهم إنه نسميهم inner fences. إيش هم هدول؟ هم A1 تساوي Q1 ناقص 1.5 IQR، أما A2 تساوي Q3 زائد 1.5 IQR. أي قراءة أقل من A1 أو أكبر من A2 بنسميها outlier، أي قراءة أقل من A1 أو أكبر من A2 بنسميها outlier، أما القراءات اللي بينهم قراءات عادية. هسا خلينا بس نوضح هو الموقع الـ A1 والـ A2 بالنسبة لـ Q1 والـ Q3، فخلينا نرسم خط ونوضح عليه وين هدول النقاط موجودين. فلو عملنا خط هيك، تمام، هاي عندنا خط هون. لو فرضنا إنه هاي عندنا قيمة Q1، هاي قيمة Q1، وهاي قيمة Q3، فهاي المسافة من هون لهون هي عبارة عن IQR، هاي المسافة من هون لهون هي الـ IQR. ال A1 بدنا نرجع لليسار زي هاي المسافة مرة ونص، فبتصير عندنا ال A1 نرجع لورا زي هاي المسافة مرة ونص، بتصير عندنا هاي مرة ونص تقريبا هون، هاي A1. و A2 على الجهة الثانية نفس المسافة زي اللي أبعدنا عن A1 نبعد A2، هاي A2، تمام، هاي المسافة من هون لهون، يعني المسافة بين A1 و A2 راح تصير 4 IQR. بين A1 و A2 في عندي 4 QR، واحد بالنص، واحد ونص، واحد ونص على الجهة اليمين واليسار، 3 و1 بعطوني 4 IQR، مسافة بين A1 و A2. هسا أي قراءة بتكون على بينهم، يعني أي قراءة هون هي قراءة عادية ما فيها أي مشكلة، أي قراءة بين Q1 و Q3 وبين A1 و A2 فيش فيها أي مشكلة، قراءة عادية. ولكن إذا في عندي قراءة على الأطراف، يعني في عندي قراءة هون أو قراءة على الجهة الثانية، هاي هدول القراءات إيش بسميهم؟ بسميهم outlier. إذا هاي القراءة outlier، فالoutlier هم القراءات اللي بيكونوا يا إما أقل من A1 يا إما أكبر من A2. طبعا بدنا ننتبه لما نحسب A1 و A2، كثير طلاب بيخربشوا إنه بنسى مثلا هون بيستخدم الميديان بدل Q1 و Q3، بيحكي الميديان ناقص 1.5 والميديان زائد 1.5، بننتبه على هاي الأمور. وحاولوا تذكروا دائما إنه المسافة لما أطرح A2 ناقص A1 لازم يعطيني 4 IQR، يعني هاي طريقة جيدة تتأكد إنه أنتوا حسبتوا الـ A1 والـ A2 بشكل صحيح، إنه لازم بس أطرحهم يعطيني المسافة 4 أضعاف الـ IQR، طريقة نتأكد إنه إحنا حسبناهم بشكل صح. كمان شغلة تتأكدوا من خلالها إنه لازم الـ Q1 والـ Q3 يكونوا بيناتهم بين الـ A1 والـ A2، ما بصير الـ A1 تكون بموقع غير هيك، يعني لازم هيك ترتيبهم A1 بعدها Q1 بعدها Q3 وآخر إشي A2. طبعا مش بالضرورة كل البيانات يكون فيها outlier، بالعكس أصلا إشي جيد إنه ما يكون عندي outlier، ولكن إذا في outlier نحسبه بهاي الطريقة، تمام. ننتقل الآن لهاي البيانات اللي عندنا هون، أصلا إحنا اشتغلنا عليها تقريبا كل الحسابات، فبحكي لي هنا هدول 24 قراءة هل فيهم outlier ولا لا؟ بدنا نفحص. احنا طبعا وصلنا لهاي المرحلة، حسبنا Q1 و Q3، ايش كمان ضفنا عليهم؟ حسبنا كمان ال IQR طلعت 12.5. بس بدنا نحسب A1 و A2، فحتى اعرف اذا في outlier او لا بدي احسب A1 اللي هي تساوي ناقص 1.5 IQR، تطلع تساوي 69.5 ناقص 1.5 في 12.5، تمام، يعني بتطلع تساوي 69.5 ناقص 12.6 18 و75%، تمام، بتطلع هاي 0.75. إذا بتطلع معنا قيمة A1 50 و75%.
هل في طبعا قبل ما أقارن خليني أحسب A2 بالمرة. A2 تساوي Q3 زائد 1.5 في الآي كيو آر، يعني تساوي 82 زائد 1.5 في 12.5، وتساوي 82 زائد 18.75 تساوي 100.75. هاي قيمة A2. هسا لو رجعنا على البيانات اللي عندنا فحصنا جميع القراءات، هل في قراءات أقل من A1؟ في قراءات أقل من 50؟ لا، أقل قراءة زي ما أنتم شايفين هاي 51، مش أقل من A1 اللي هي 50 و75، هي قريبة عليها ولكن مش أقل منها. فبالتالي بنحكي هون إنه no data values، no data values less than A1 اللي هي تساوي 50.75. إذا من جهة A1 no outliers، ما في outliers من جهة A1. من جهة A2 هل في قراءات أعلى من 100؟ ما في أصلا قراءات موصلين 100، فبالتالي كمان نفس الفكرة no data values، ما في قراءات أكبر من A2، no data values greater than A2 واللي هي تساوي 100.75، وبالتالي كمان من هاي الجهة no outliers. إذا ما في عندي outliers لا من جهة ال A1 ولا من جهة ال A2، إذا هاي البيانات ما بتحتوي outliers. بالتالي هذا شيء جيد، يعني إنه لما تحدد بيانات ما فيها outlier بكون كثير مريح أكثر ما إنه يكون في عندك outliers. إذا بيانات القراءات سكر الدم لل 24 مريض خالية من الأوتليرز أو القيم الشاذة. أي سؤال لهون؟ أي استفسار؟ بالنسبة لهذا المثال بحكي لنا في عنا مجموعة بيانات زي ما أنتم شايفين، طالب منا نشوف إذا في أوتليرز في البيانات أو لا. فبعطيك طبعا البيانات اللي مريحنا شوي إن البيانات مرتبة من الأصغر للأكبر، فأنا بعطيكم شوي وقت تجربوا تحسبوا Q1 و Q3، بعدها بدنا نكمل على أساسهم. حتى نحسب نشوف إذا في outliers أو لا، بدنا من أول نحسب Q1 و Q3. فمن عدد القراءات بيطلعوا 19 قراءة. Q1 هي 125، فبحسب L اللي هي تساوي 25 على 100، فعدد القراءات اللي هو 19، تطلع 4.75% كسر. فإحنا شو بنعمل؟ نعمل راوند أب، بتصير 5. فإذا Q1 هو عبارة عن المشاهدة الخامسة، المشاهدة الخامسة اللي هي هاي 2.03. بنفس الطريقة بتحسبوا Q3 واللي هي عبارة عن المئين 75، تحسبوا هيك L تساوي 75 على 100 في 19، بتطلع كم يا جماعة؟ 16 وإشي 14.5 صح؟ 14 بتقربوها للأعلى بتصير 15. فإذا معناته Q3 هو المشاهدة اللي ترتيبها 15، يعني 3.67 صحيح. بعدها بنروح بنحسب هاي الخطوة الأولى. الخطوة اللي بعدها بروح بحسب الـ IQR. IQR هي عبارة عن الفرق بيناتهم، ف3.67 ناقص 2.03 بتطلع 1.64. هاي بالنسبة للـ IQR. بعدها بحسب اللي هم الـ A1 والـ A2 عشان أحدد إذا في outlier أو لا. A1 تساوي 2.3% ناقص 1.5 1.64، شو بتطلع سالب كم؟ بوينت سالب 0.43. أربعة ثلاثة، تمام. فإذا بتطلع معنا قراءة سالبة، ما في عندي ولا قراءة سالبة. إذا مباشر بستنتج إنه من جهة A1 no outliers، ما في عندي outliers من جهة A1 لأنه ما فيش إشي سالب، بدي إياه يكون لسه أقل من A1. طيب A2 تساوي 3.67 زائد 1.5 في 1.64 وتساوي 6.13 صح؟ هل في قراءات أكبر من A2؟ في عندي القراءة اللي هي 8 و11، هدول القراءتين أكبر من A2. فإذا معناته شو بنحكي هون؟ بنحكي إذا there are two data values، في عندي قراءتين greater than A2 اللي هم إيش؟ اللي هم 8.63 والقراءة 11.82. إذا هدول القراءتين إيش هم؟ عبارة عن outliers، هدول القراءات outliers، تمام يا جماعة؟ إذا هون طلع عندي outliers، أما في المثال اللي قبله ما كان في عندي outliers. إذا بس بشكل عام يعني ما بيكون عدد ال outliers كثير كبير، يعني مش حد يعمل يوم من الأيام حسابات ويطلع معاه إنه
في عندي نص القراءات أوتلايرز، يعني هيك مش كثير منطقي. يعني أصلا اسمهم قيم غريبة أو قيم شاذة، لأنه هم بيكونوا غريبين عن البيانات. يعني إذا كان نص البيانات أوتلاير، شو معناهم يعني هذول؟ يعني بتحس إنه ما لهاش منطقة تسميهم أصلا أوتلاير. فالأوتلاير قيمة غريبة عن باقي البيانات، فبكون عددهم قليل، قراءة قراءتين ثلاثة، يعني بتكون نسبتهم قليلة بالنسبة للبيانات. يعني بيجوا يوصلوا 5% 10%، بس مش كثير بيزيدوا عن هاي النسبة. تمام، في حد عنده سؤال لهون؟ كيف حساب الأوتلاير أو كيف نعرف إذا في أوتلاير أو لا؟ هاي بالنسبة للأوتلاير. ضل آخر موضوع في شابتر 3 أو اللي هو كيف نرسم رسمة اسمها البوكس بلوت. هون بس بشرح شو أسباب وجود الأوتلاير، بحكي لك الأوتلاير كيف بتنتج في مجموعة البيانات. ممكن في كثير أحيان وإحنا بنجمع في البيانات، يعني لسه بناخذ القراءات من قيس المتغير، ممكن يكون عندي خطأ في أخذ المشاهدة أو القراءة، فبنتج عندي أوتلاير. ممكن لما أنت بدك تخزن القراءات، يعني أنت خلص أخذت القراءات بس بدك تروح تخزنهم على الكمبيوتر أو إشي أو تسجلهم، يكون عندك خطأ في التسجيل أو في تخزين القيم، فبنتج عندي أوتلاير. ممكن بخطأ ما تدخل على العينة عنصر من خارج المجتمع، يعني ما تاخذ عنصر بالغلط مش موجود في مجتمع الدراسة، فيعطيك قراءة أوتلاير. زي هون شو حاطط مثال، بحكي افرض انه بنعمل امتحان لطلاب صف سابع، بالغلط دخل معهم طالب من صف سادس في المجموعة اللي بدنا نختبرهم، فأكيد علامته هذا الطالب اللي من صف سادس رح تكون قليلة بالنسبة لباقي علامات الطلاب، ممكن ينتج عنها أوتلاير مثلا. ممكن هاي القراءة تكون أصلا هي موجودة يعني طبيعية في البيانات، يعني كثير مرات بنعمل امتحانات عادية وطلاب شعب ما فيش أي مشاكل، ومع هيك بكون في علامة غير عن باقي العلامات، يا يعني بتكون كثير عالية أو بتكون كثير متدنية. ممكن يكون في عندنا أوتلاير ظاهر بشكل طبيعي، يعني خلاص هي طبيعي في المجتمع في عندي قراءات بتكون غريبة عن باقي البيانات. هسا كيف نتصرف مع الأوتلاير؟ بحكي لك ما في طريقة محددة، يحكي لك بتعمل هيك أو هيك، ولكن بشكل عام إذا كانت القراءة نتجت عن خطأ وإحنا تأكدنا إنه هي ناتجة عن خطأ، فبالتالي أنا بإمكاني أشيلها من البيانات، أحذفها أو أصلحها إذا بإمكاني أصلحها، يعني أرجع أتأكد منها وأظبطها وأظبطها. ما في إمكانية أصلحها وأنا متأكدة إنها ناتجة عن خطأ، أكيد بحذفها من مجموعة البيانات اللي عندي. أما إذا كانت هي طبيعية موجودة هاي القراءة، فبدك ساعتها تأخذ قرار، يا إما بتخليها أو يا إما بتشيلها من البيانات. في عندنا كثير طرق حتى نعرف كيف نتعامل مع الأوتلاير، يعني في كتب كاملة مصنفة كيف بدك تتعامل مع الأوتلاير في البيانات. طبعا الأغلب يعني بيحكي لك ما بنفع نحذفها، بدنا نحلل اللي هي موجودة، لأنه يعني خلص هي طبيعية موجودة في البيانات مش ناتجة عن خطأ، ولكن إذا تأكدنا إنها ناتجة عن خطأ بنشيلها من البيانات أو بنصلحها إذا كان بإمكاننا نصلحها. في طريقة ثانية حتى نفحص إذا في أوتلاير في البيانات أو لا، بس ما بتزبط على كل التوزيعات، بتزبط على توزيع النورمال أو البيل شيب. بحكي لكم إذا كان عندنا مجموعة بيانات تتوزع توزيع البيل شيب، حكينا عنه في المحاضرة الماضية، بيكون شكل بيشبه الجبل عالي في النص ونازل على الأطراف، بيكون متماثل، بنسميه بيل شيب أو نورمال. فإذا كان توزيع البيانات بيل شيب أو نورمال، بإمكاني أفحص الأوتلاير بهاي الطريقة، إنه القراءات اللي أبعد عن الوسط بأكثر من 3 انحرافات معيارية ممكن أعتبرها أوتلاير. كيف يعني أكبر من الوسط ب3 انحرافات معيارية؟ يعني لما أحسب لها زي سكور، لما أحسب القراءة زي سكور بتطلع زي سكور أكبر من 3، أو بتطلع زي سكور أقل من -3. فإذا القراءة زي سكور إلها كثير كبيرة أكبر من 3 سواء بالموجب أو بالسالب، ممكن أعتبرها أوتلير. بس هاي الطريقة ما بتزبط لكل الحالات زي ما حكينا، فقط إذا حطاني معلومة إنه شكل توزيع البيانات بالشيب، ممكن أستخدم هاي الطريقة بالحل. فهون بحكي لي في المثال اللي هون بحكي لنا افترض انه في عندنا ضغط الدم بتوزع توزيع طبيعي يعني بالشيب، تمام، المعدل 120 والانحراف المعياري 8. بحكي لي اي من القراءات التالية بامكاني اعتبرها اوتلاير. فهون ما بنفع يعني في هاي معطيات السؤال غير كافية اني استخدم طريقة اللي بتعتمد على Q1 وQ3 والانرفنسز، لأنه ما عندي قيمة Q1 و Q3، فبعتمد على طريقة الزي سكور بما أن التوزيع نورمال يعني إيش بالشيب. فشو بروح بعمل؟ بحسب الزي سكور للقراءة وبحدد إذا كانت أوتلاير ولا لا. فال130 شو الزي سكور إلها؟ الزي سكور إلها 130 ناقص 120 اللي هو الوسط على الانحراف المعياري اللي هو 8، 10 على 8 يعني 1 أو 1 وربع، 1 وربع هل أكبر من 3؟ لا، فإذا معناته هاي is not out there.
لأن القراءة 130 مش أوتلاير. ليه؟ لأنه زي سكور إلها مش أكبر من 3 طبعا، ولا أقل من سالب 3. نشوف 150، 150 الزي سكور إلها كم؟ 150 ناقص 120 على 8 كم تطلع هاي؟ 30 على 8، 30 على 8 3، 3 أرباع صح؟ هيك 73% اه أكبر مظبوط. من 3. إذا أكبر من 3، إذا شو بعتبر هاي القراءة؟ بعتبرها أوتلاير. إذا 150 أوتلاير لأنه طلعت الزي سكور إلها أكبر من 3. طب نشوف 100، 100 ناقص 120 على 8 يعني سالب 20 على 8 يعني سالب 2.5، بأنها سالب بقارنها مع سالب 3. هل أقل من سالب 3؟ لا. إذا هي مش أوتلاير، إذا 100 مش أوتلاير حسب البيانات اللي عندي. ضل آخر إشي 59، 59 عفوا آسفة 95 ناقص 120 على 8 يعني سالب 25 على 8 صحيح هيك؟ كم تطلع هاي؟ سالب 3 وثمن هيك يعني، سالب 3 و125 بالألف، أقل من سالب 3. إذا معناته هاي القراءة إيش مالها؟ أوكي ماشي. في حد عنده سؤال لهون؟ إذا هاي طريقة. تفضل. بقول ليش استخدمنا هاي الطريقة احنا زي سكور ما هو بس مش كل هذا القراءات، ما هو ما هو في ما... ما هو هاي ما هاي مش كل القراءات أكيد يعني، هذول 4 قراءات من أصل من أصل مجتمع فكبير يعني. فأنا ما عنديش كيو 1 وكيو 3، كيف بدي أحسب على الانفرنسز وأنا ما عندي قيم كيو 1 وكيو 3؟ وهي مش ال4 قراءات، هدول قراءات مختارة يعني، بحكي له في عندك مجموعة أصلا، هو بيحكي عن مجتمعهم لأنه بوصف له ضغط الدم بشكل عام، ما حكى لي أخذت عينة أو عندي مجموعة بيانات وطلع الوسط كذا والانحراف المعياري كذا، لا بوصف له ضغط الدم بشكل عام، إنه شو وضعه، بتوزع توزيع طبيعي يعني بالشاب بمعدل 120 يعني هاي 100 والانحراف معياري 8 تمام. وهي 4 قراءات من هالمجموعة كاملة، هاي عندي 4 قراءات، شو وضعهم هدول ال4 قراءات؟ هل هم أوتلير ولا لا؟ هيك بسألني، مش كل العينة 4 قراءات يعني، عشان هيك ما بقدر أحسب لا كيو 1 ولا كيو 3، بالتالي ما بقدر أحسب الانرفنسز حتى أحدد الأوتلير، فبستخدم طريقة الزي سكور مع إنه عندي معلومات عن الوسط والانحراف المعياري وإنه التوزيع متماثل أو بالشيب عفوا. في حد عنده سؤال ثاني؟ حد عنده سؤال ثاني؟ طيب ماشي. نروح على الموضوع اللي بعده اللي هو البوكس بلوت. بوكس بلوت هاي رسمة لتوضيح البيانات أو لعرض البيان. طبعا هاي الرسمة ما بقول إحنا أخذنا الرسمات بشابتر 2، ولكن هاي الرسمة بتعتمد على الكوارتايز والأوتلايرز، فبالتالي ما بينفع ناخذها بشابتر 2، فأجلناها لحتى نتعلم كيف نجيب الكوارتايز وكيف نفحص إذا في عندي أوتلاير في البيانات أو لا. فالبوكس بلوت هو عبارة عن رسمة زي ما أنتم شايفين في التعريف، بحكيكم هو عبارة عن رسمة تستخدم لإيجاد الأوتلاير يعني، في يعني أو اتجاه الالتواء يعني، هاي البيانات متماثلة ولا رايحة على جهة أكثر من جهة هيك معناته. طب فكثير أحيان يعني المحللين بدل ما يقعد يحسب في الأوتلاير بروح على طول بحكي للبرنامج الإحصائي ارسم لي بوكس بلوت، مجرد ما تظهر عنده رسمة البوكس بلوت ببين عليه، ببين مباشرة عنده إذا كان التوزيع متماثل أو لا، وببين إذا في أوتلاير ولا ما في أوتلاير. فأصلا نشوف كيف أصلا هاي الرسمة بترتسم، وبعدها كيف إحنا من خلال الرسم بإمكاني أحكم إذا في عندي أوتلاير ولا في تماثل ولا ما في تماثل من خلال رسمة البوكس بلوت. طيب كيف أرسم هاي الرسمة؟ بحكيكم البوكس بلوت حتى ترسموها بتحتاجوا بالأول تحسبوا الكوارتايلز اللي هم Q1 والميديان وQ3، وتحسبوا الانرفنسز بالمرة يعني، تحددوا الانرفنسز مشان تعرفوا إذا في أوتلاير أو لا. بعد ما تحددوا الانرفنسز بتبحثوا إذا في أوتلاير ولا ما في أوتلاير، إذا في أوتلاير بتحددوهم إيش هم أي قراءات. بعد ما نحدد الأوتلاير القراءات اللي بتضل بعد ما تحط الأوت يعني تعلم الأوتلاير، بضل عندي القراءات العادية، أكبر قراءة فيهم أصغر قراءة في النون أوتلاير observations بنسميهم adjacent values، بعطيهم اسم adjacent values اللي هم مش المينيموم والماكسيموم العاديين اللي بنعرفهم، لأن المينيموم والماكسيموم بنحسبه بوجود الأوتلاير، أما الأدجسنت فاليوز بحط الأوتلاير على جنب وبطلع على باقي القراءات، إيش صفى عندي أصغر قراءة وأكبر قراءة بسميهم أدجسنت فاليوز، يعني هم مش المينيموم والماكسيموم، هم إشي ثاني.
بعد الخطوات هاي أنا حابة أشرحها على الرسم أحسن ما إنه نقعد نقرأها هون قراءة. فخلينا نروح على مثال من الأمثلة اللي اشتغلنا عليها ونرسم البوكس بلوت. أنا حابة أرسم بالأول لهاي البيانات اللي ما فيها أوتلاير، يعني مشان نشوف إنه كيف إذا ما في أوتلاير كيف بتطلع البوكس بلوت، وإذا في أوتلاير نرجع نرسم للرسم الثاني. طبعا هون لهاي البيانات اللي هي سكر الدم بدنا نشوف إيش رسمة البوكس بلوت. لازم نكون حاسبين الثلاث كوارتاز هي، وهدول احنا حاسبينهم من اول كيو 1 والميديان والكيو 3. وشفنا كمان احنا بنشتغل انه ما في اوتلاير، يعني كان ما في اوتلاير في البيانات. فبدام انه ما في اوتلاير اذا الادجستنت فاليوز هدول اللي مطلوب مني احسبهم، الادجستنت فاليوز راح يكونوا هم نفسهم المينيموم والماكسيموم لانه ما في اوتلاير احطهم على جنب. فبصف الادجستنت فاليوز هم نفسهم المينيموم والماكسيموم في البيانات. فالمينيموم اللي هي 51 هاي القيمة، والماكسيموم اللي هي كام؟ 87 سبعة يمكن وثمانية أكبر إشي. محطوطات أول إشي الثنتين 87. فإذا هدول هم الادجستنت فاليوز نفسهم المينيموم والماكسيموم لأنه ما في أوبشن. طب هسا شو بعمل؟ بدي أعمل خط مستقيم أحط عليه تدريج يغطي جميع القراءات من 51 ل 87. فبدنا نحاول نرسم خط هنغطي فيه جميع هاي القيم. برسم خط أفقي هيك وبعمل عليه زي مسطرة مشان أعين عليه القراءات بشكل صحيح. بدنا نعمل تدريج زي مسطرة، بدنا نبلش من 50. لو حكينا هاي 50 مثلا، هاي 55، 60، بدي أكمل لحد ما أوصل للـ90 عشان أكون غطيت كل القيم. هاي 70، 75، 80، 85، وهي تقريبا هون 90. تمام، هي عملنا مسطرة على خط أعداد مشان نعين عليها القراءات. أول ما ببدأ بالQ1 والQ3، بعين Q1 وQ3 أول إشي. فQ1 عندنا اللي هي 69.5، قريبة على 70 كثير، يعني هون تقريبا هي Q1، هي قيمة Q1. وQ3 82، يعني تقريبا هون هيك، هاي Q3. هسا شو بعمل؟ برسم على سواهم مستطيل، برسم على سوا Q1 وQ3 مستطيل هيك، شايفين كيف؟ مستطيل أو بوكس، عشان هيك سموا الرسم بوكس بلوت. هذا المستطيل مين بيعرف كم نسبة البيانات جواته؟ كم نسبة البيانات اللي بغطيها المستطيل؟ 50 صحيح 50%. بعدها بعين الميديان اللي هو 77 تقريبا هون، هي الميديان 77 نعينه هون، هي هيك بنعمل الخط على سوا الميديان، يعني بقسم المستطيل لقسمين على سوا الميديان. طبعا احنا اتفقنا انه بيحتوي 50%، فبصف لما اعمل هذا الخط بصير ال 50% 25 على اليمين 25 على اليسار، مع انه الخط مش جاي بالنص بالضبط. شايفين كيف؟ وحكيت لكم هاي الملاحظة انه مش بالضرورة الميديان يكون بالنص بالضبط غير اذا البيانات متماثلة، ولكن هون واضح انها البيانات مش راح تكون متماثلة لان الميديان رايح لجهة اليمين شوي، 25% 25% من هون. هسا بعدها بعين الادجستنت فاليوز اللي هم 51 و87. 51 تقريبا هون هيك، هي 51، بحط على سواها إشارة إكس أو أي أو خط، أو يعني المهم إني أحط علامة تبين وين 51. عندي 87 هي تقريبا 87، بحط كمان إشارة تحدد وين موقع 87. برسم خط مستقيم ما يوصلها بالمستطيل، يعني هي خط من هون هيك وخط من هون. طبعا كل ذراع من هدول الذراعين اللي أنا رسمتهم كل واحد فيهم عليه 25% من البيانات، يعني هون في عندي ربع وهون في عندي ربع. تمام، خلص هيك بتكون رسمة البوكس بلوت جاهزة. طبعا واضح من البوكس بلوت ما في تماثل، أن الجهة الأطول الجهة اليمين ولا الجهة اليسار؟ طبعا من اليمين الميديان وطالع في 50% من القراءات، من الميديان وانزل برضو في 50%، بس 50% على جهة اليمين متقاربة صح؟ ليه؟ لأنه أخذ مسافة قليلة، بينما 50% ونص البيانات اللي كان متباعدات عن بعضهم البعض، عشان هيك أخذوا مسافة طويلة. فهون واضح إنه مش متماثل، البيانات متجمعة على جهة اليمين ومفروض شوي على جهة اليسار. فساعتها لما يكون الرسم مش متماثل هي not symmetric، فمعناته بدها تكون skewed. not symmetric معناته رح تكون skewed. هسا إذا ما نحكي skewed يعني فيها التواء، في عندنا جهتين للالتواء، في إشي اسمه skewed to the left، في إشي اسمه skewed to the right. كيف بحدد هو skewed to the left ولا skewed to the right؟ حسب أنهي الجهة الأطول. أنهي الجهة الأطول
للميديا صح ولا اليسار ولا للميديا لليمين؟ على اليسار صح، الجهة اللي على اليسار. فإذا بحكي هون سكيود تو ذا ليفت، لأنه جهة اليسار هي الأطول، فالسكيود للجهة الأطول، الجهة الأطول اللي هي الجهة اليسار. بنحكي هون سكيود تو ذا ليفت، أو بنحكي لها اسم ثاني بنسميها مرات نيجاتيفلي، نيجاتيفلي سكيود، التواء سلبي بسموه. تمام. طيب حسب توقعكم، يعني حسب انتم شو متوقعين، انو اكبر هون الوسط ولا الوسيط؟ يعني لو اجرب احسب الوسيط 77، الوسط ما حسبته، بس تتوقعوا رح يكون الوسط اقل ولا اكبر من الوسيط؟ هون رح يكون الوسط اقل، المين رح يكون اقل من الميديان. لما تكون الرسمة skewed to the left أو negatively skewed، بيكون المين أقل من الميديان. فالميديان عندنا 77، لو حدا جرب يحسب الوسط الحسابي، عشان نجرب نحسبه ونطلع نشوف شو بيطلع معنا. وسط الحسابة، خلينا نجمع القراءات نشوف شو بيطلع معنا. هذا حسبه، يعني بجرب أحسب يوصل عند 70 شو بيطلع معانا. طلع معي الوسط الحسابي 75.7، شايفين؟ يعني أقل من الميديان زي ما توقعنا. فلما يكون الشكل ملتوي لجهة اليسار أو نيجاتيفلي سكيود، بيكون المين أقل من الميديان. أصلا منين أجت كلمة نيجاتيفلي؟ في كمان ناس بيحسبوا مقياس للالتواء، يعني مش بس بيشوفوه من الرسمة، لأنه مرات الرسمة ما بتكون كثير واضحة، بيستخدم مقياس معين لقياس الالتواء في البيانات. هذا المقياس بيعتمد على الفرق بين الوسط والوسيط، يعني بدايته بيحكي الوسط ناقص الوسيط. إذا كان الوسط أقل بعطيني قيمة سالبة، ساعتها بكون سكيو تو ذا ليفت، او عشان هيك بنسميه نيجاتيف سكيو. هاي بالنسبه لاكزامبل 12. خلينا في الوقت اللي ضايل معانا نشوف الرسمه لما يكون في عندي اوتلاير كيف اتعامل معها. في حدا عنده سؤال لهون؟ أنا بدي أسأل، تفضل اسألي. بما أنه تجمع البيانات طيب لليمين، مش المفروض أنه يطلع أن الوسط أعلى من الميديا؟ لا، مهم، هو نص البيانات على اليمين نصهم على اليسار، يعني عدد القراءات على اليمين نفس عدد القراءات على اليسار، بس هون البيانات متقاربة على جهة اليمين، هون متباعد. فالتباعد هذا يعني في قراءات كثير صغيرة بالنسبة للبيانات. فعندك لو أصلا لما لل51، لما لو شفتيها لما عملنا الانر فينسز حسبنا A1 طلعت 50 وإشي، يعني ال51 ده وشوي كان صارت أوتلاير. فدائما هاي البيانات بتاخذ مسافة طويلة، وهي نص البيانات، يعني هي مش قليلة، يعني من عند الميديان وانزلي نص البيانات برضو، يعني نفس العدد، لها نفس التأثير اللي بتعطيه الجهة اللي عليها، بس هون موزعين على مسافة طويلة، فبعطونا مجال انه الوسط حسابي ينزل لجهتهم اكثر. عرفتي كيف؟ لأنه فمن بحكم هون اجت التقليد. انه الميديان مين اقل من الميديان. طيب خلينا فهمت. نرجع للمثال اللي قبله نشوف كيف نرسم البوكس بلوت لما يكون في عندي اوتلاير. نفس الخطوة بس خطوة زيادة، بعد ما نحدد الادجاسنت فاليوز ونوصلهم مع المستطيل، بعدها بنعين الاوتلاير على نفس الرسمة مع شكل النقاط. هذا السؤال احنا اصلا كنا حاسبين الاوتلاير وحاسبين الكوارتاز، طلع علي اجيب الادجاسنت فاليوز. وين الادجاسنت فاليوز هون؟ الادجاسنت فاليوز هم اللي هم اقل قراءة واكبر قراءة بدون الاوتلايرز، يعني اللي هم الواحد و34 والخمسة و44، هدول اسمهم الادجاسنت فاليوز. بدون طبعا المينيمم 1 و34، هاي مينيمم دائما. الماكسيمم 11 و82، يعني مش بطلت انها ماكسيمم، هي لساتها ماكسيمم. بس الادجاسنت فاليوز تعريفهم اكبر قراءة واصغر قراءة في القراءات العادية بدون الاوتلاير، هذول اسمهم ادجاسنت فاليوز. نفس الفكرة، خليني ارسم خط مستقيم يا جماعة، نحدد عليه، نعمل عليه مسطرة. طبعا اقل قيمة 1 و34 واكبر قيمه اللي هي 11 و82، فبدي اعمل خط يغطي البيانات من 1 و34 ل 11. ممكن اعمل تدريج من 1 ل 12 مثلا، مناسب اعمل تدريج من 1 ل 12. هي 1 2 3 4 5 6 7 8. شكله مش رح يكفي، هنعيدهم.
خلينا أقرب شوي، هاي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهي 12. طبعا يلا ذكروني بالخطوات. أول إشي إيش بعين؟ أول إشي بعين Q1 وQ3. Q1 2 وشوي يعني تقريبا هون، هي Q1 كثير قريبة على 2، هي Q1. Q3 3 و67 تقريبا هيك، هي Q3. برسم مستطيل على سواء Q1 وQ3 هيك. هذا المستطيل لحاله في 50% من البيانات. بعين الميديان اللي هي 2 و88، هي الميديان على سواهم هيك، بكون عندي صار 25% هون و25% هون. بعدها بعين الأدجسنت فاليوز اللي هم 1 و34 تقريبا هون، بعمل خط وصله مع المستطيل، وخمسة وأربعة وأربعة وأربعين تقريبا هون، هي 5.44 وهيك. شايفين هيك احنا تقريبا غطينا معظم البيانات. ضل بس قراءتين اللي هم الأوتلاير، هدول بعملهم على شكل نقاط، 8 و63 هي هون تقريبا هيك، 8.63 برسم على سواها دائرة أو إشارة نجمة أو بدكم اياها، المهم إشارة تدلني إنه هون في أوتلاير. و11 و82 تقريبا هون برسم هون دائرة. خلص هيك بنكون احنا رسمنا البوكس بلوت. فلما نشوف بوكس بلوت في دوائر على جنب أو إشارة نجمة، مرات في الكمبيوتر هيك بيرسم الأوتلاير أو إشارة زي هيك، بعرف إنه هدول إيش مالهم أوتلاير. تمام. هسا بدي أسألكم سؤال، هون البيانات طلعوا المسافة من جهة الميديان لليسار هيها، المسافة من جهة الميديان لليمين هيها، أنو اللي أطول بكثير؟ اليمين، جهة اليمين. إذا واضح إنه هون الرسمة إيش مالها؟ سكيود تو ذا إيش؟ لأي جهة؟ رايت تو ذا رايت رايت. إذا هون سكيود تو ذا رايت، أو بس بنسميها بوزيتيفلي سكيود إذا بتحبوا، ممكن أسميها بوزيتيفلي سكيود. طب شو العلاقة بين الوسط والوسيط؟ الوسط هون رح يكون أكبر من الوسيط، هون الوسط رح يكون أكبر من الوسيط. لو جربتوا تحسبوا أصلا هون من غير ما نحسبه، يعني إحنا شبه متأكدين. ليه؟ لأنه الوسط في قراءات شاذة عالية قيمتها كبيرة، فهي أكيد شو رح تعمل في الوسط الحسابي؟ رح تأثر عليه وتخلي قيمته أعلى، فأكيد هون رح يطلع مع الوسط أكبر من الوسيط. هسا زي ما حكيت لكم، إذا كان توزيع متماثل، إذا كان سيمتريك، إذا كان متماثل، بنتج عنا انه المين شو علاقته مع الميديان، هاي حكيناها متساوي. من قبل، بكونوا متساويين. ساعتها بكون المين اذا متساوي. كيف الرسمه بيطلع يعني لو ارسم بوكس بلوت متماثل بكون هيك شكله تقريبا، بيكون هذا الخط جاي بالنص بالضبط، بتكون المسافه على جهه اليمين وعلى جهه اليسار ايش مالها؟ يعني متساوي. تمام. هيك بكون سيمتريك، يعني بكون الميديان بالنص بالضبط، بكون الخطين اللي على الاطراف نفس المسافه نفس البعد عن المستطيل، هاي بنسميه سيمتريك. أي سؤال لهون؟ أي استفسار؟ يعطيكم العافية، هيك أنهينا محاضرة اليوم، إن شاء الله المساء